اسمعي راني قضيت لك الدوزان، عنك ديري كيما المره اللي فاتت، ديري شربه حاره ولا مالحه، تفهمنا؟ يما والله غير جات مليحه، العياب تاع كريم هو اللي دايما يعيب فيها. السكتي خدمي وبلعي فمك، هذاك راهو سيدك. يما راهو قرب الحال، نمشي نوجد البوراك. واش قلتي؟ بلان ما نوصلك البوراك الكبيره تاع خوك كريم، ديري فيها رطل اللحم مرحي مع زوج بيضات وكتر الدوزان، تفهمنا؟ يما هكذا واش بقى لنا حنايا؟ احنا واش ناكلو؟ انت هو ماشي كيف كيف، انت تقدري تاكلي الجواز اللي عنده هاد يومين، بزاف عليك، لكن هو لا لا. يما واش هاد العياط؟ ما تخليش الواحد يرقد. وليدي العزيز اسمح لنا، مازال الخمسة تاع العشية، ارقد ارقد في اذن المغرب رانا نوضوك. زيدي حليلو العين كيما مداري، انا حاقرتني وهو عطيته العين. انتي يجي نهار تزوجي وتروحي لدارك، بصح وليدي لا لا يقعد معايا حتى نموتو كيف كيف. يما عندي لك خبر شباب، وعلى بالي بلي غادي تفرحي لي. خير ان شاء الله، تقلقت؟ احكي لي. يما ياك تعرفي بلي انا كنت حاب نتزوج، وتعرفت على وحده من المانيا وبعثت لي الفيزا وراني رايح لعندها. بصح وليدي ماشي تعهدنا بلي نموت وكيف كيف، كيفاش راك رايح ومخليني؟ او يا بركات، حابه تعكسيها لي؟ هذا هو نهايه التعبير ليك، شقيت وسهر ورديتك راجل وفي التالي تروح عند وحده روميه. يا بركات حتى حاجه ما راحتها غادي تحبسني، رايح رايح. روح ربي يسهل عليك، كنت ضالمه اختك، الحمد لله اللي عطاني بنت طايعت لي.